صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا مافن الشوفان الصحي اللذيذ، بدون اي دهون، بدون اي سكريات، بدون اي دقيق ابيض. هناخد بريك كده شوية من الوصفات اللي مليانة دهون وسكريات ودقيق، ونعمل المافن في 5 دقايق. هنحسب كمان السعرات الحرارية بتاعته، هتلاقوها مكتوبة مع الفيديو. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نادية. ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنحتاج 3 كوبايات من الشوفان. اي شوفان عندكم في البيت متوفر هينفع في الوصفة دي، سواء كان الشوفان اللي هو الحبة الكاملة، او الشوفان الفوري، او الشوفان السريع زي اللي انا مستخدماه ده، او دقيق الشوفان، او الشوفان اللي مطحون، مش هتفرق خالص. اي نوع شوفان يعجبكم. انا هدي ضربة كده للشوفان ده هو في محضرة الطعام او في الفود بروسيسور، يعني هنعمه شوية علشان خاطر ده بيفرق شوية، بيخليه فلافي وطري شوية عن الشوفان لما بيكون صحيح. ولكن لو حابين تستخدموه صحيح مفيش اي مشكلة. انا ما نعمتهوش قوي، انا يعني مش زي الدقيق، مخلياه خشن شوية عن الدقيق، ولكن ده محبب بالنسبة لي انا كده. بعد كده ضفت عليه معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من القرفة المطحونة. القرفة في الوصفة دي اختيارية، ولكن طعمها هيبقى حلو في الوصفة دي حتى للناس اللي ما بتحبش القرفة. رشة من جوزة الطيب برضو اختيارية، ولكن القرفة وجوزة الطيب بيدوا طعم جميل، مش بيبقوا ظاهرين، فانتوا حرين لو عايزين تشيلوهم ممكن تشيلوهم. وكمان هنحتاج 2 لـ3 موزات، يكون الموز مستوي الى حد ما، يعني كل ما كان الموز فيه لون اسود وكان مستوي كان السكر اعلى في الوصفة. انا معتمدة على الموز في الوصفة دي للتسكير، مش ضايفة اي عسل او اي سكر دايت او اي حاجة. انتوا ممكن تضيفوا حاجات تانية لو انتوا حابين، وصفة فليكسبل. بعد كده ضفت 2 بيضتين على الموز وقلبتهم مع بعضيهم، وضفت عليهم 1.5 كوباية من الحليب. اي حليب عندكم، انا مستخدمة حليب 1% دسم. انتوا ممكن تستخدموا حليب كامل الدسم، حليب خالي الدسم، حليب جوز هند، حليب لوز، اي حليب عندكم متوفر تستخدموه. اديت معلقة صغيرة من الفانيليا عشان خاطر زفارة البيت، ولكن القرفة بتغني عنها. للناس اللي مش هتستخدم قرفة لازم يضيفوا الفانيليا. بعد كده ضفت المكونات السائلة على المكونات الجافة. ولو انتوا ضربين الشوفان في الفود بروسيسور او طحنينه كده هتقلبوه بالويسك عادي، ولكن لو هتحطوه زي ما هو صحيح يبقى هتقلبه بالسباتولا بالراحة. وبعد كده اديت رشه كده من سبراي في الصينيه. بلاش تستخدموا الورق بتاع الكب كيك، الشوفان هيلزق فيه، المافن هيلزق فيه، لانه ما فيهوش اي دهون. هتيجوا تشيلوا الورق هتلاقوا نص المافن اتشال مع الورقه. فنصيحتي لكم ان انتوا تدوا دهنه زيت وتحطوا الخليط على طول، هيطلع بسهوله بعد كده، ما فيش فيه مشكله. وما تملوش في الاول، املوا الاول 3/4 الكب كده، وبعد كده كملوا في الاخر الزيادات. هو الكميه بتاعه الخليط دي هتعمل معانا 12 مافن. بعد كده انا ضفت عليها شويه من الشوكليت شيبس او رقائق الشوكولاته. ممكن تحطوا شوكولاته دارك، تحطوا شوكولاته من غير سكر، تضيفوا شوكولاته زي دي سيماي سويت فيها شويه سكر، وانا حاسبه لكم السعرات الحراريه بالشوكولاته دي كمان. دخلتها فرن على درجه حراره 170 لمده من 20 لـ25 دقيقه، او لحد لما وشها يحمر من فوق يبقى لونها بني كده محمر، وتلاقوها نفخت كده ونفشت وشكلها بقى شكل المافن كده، وطلعوها من الفرن. سيبوها عشان خاطر ترتاح خالص او تبرد خالص، ما تطلعوش المافن الا لما يبرد تماما. انا بمشي سكينه كده حوالين التروف بتاعتها بس احتياطي عشان لو في اي حاجه لازقه، ولكن هي بتطلع بسهوله زي ما انتم شايفين قدامكم كده اهو. حابه بس اوريكم قد ايه هي هشه من جوه طريه، شايفين قوامها عامل ازاي، شايفين من جوه هشه ازاي. طبعا احنا عشان ضربناه شكلها كده، ولكن حتى لو ما ضربتوش الشوفان وحطيتوه زي ما هو بيطلع جميل جدا جدا. كل واحده منهم يعني فيها 125 سعره حراريه بالشوكولاته اللي عليها، وانا كاتبه لكم نسب الكربوهيدرات والدهون والبروتين وكل حاجه، هتلاقوها مكتوبه مع الفيديو وهتلاقوها مكتوبه في صندوق الوصف. وبكده احنا خلصنا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.